السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين احنا النهاردة كده عند عبد الله في سوق التلات، عندها تشكيلة سواري جديدة، هنتفرج مع بعض كده. كده السواري زي ما انتم شايفين كده عندها اشكال جديدة، عندها بقى تول ستريتش، كان عندها يجي 5 الوانات، كان المتر ب10 جنيه، بس بصراحة تحفة، جميل يتعمل معاكي بقى في حاجات كتير. البضاهات بتاعت السواري، البضاهات دي بتاعته غالية اصلا، لو هتروح تشتريها تشتريه غالي، تقريبا البادي تقريبا ب75 جنيه، يعني متر ونص ب15 جنيه، وهتفصليه. كان عندها يجي 7 الوانات، لون 2 3 4 5، تقريبا 6 الوانات، كان المتر ب10، اسمه تول ستريتش، بس بصراحة الخامة بتاعته تحفة، يمشي قمصان نوم حلوة قوي. كان عندها بقى تشكيلة تانية، كان عندها ده 3 ب10 زي ما انتوا شايفين كده، رمضان دي صح؟ 3 متر ب10. هو اللي كنت منزلها. جميل. بقى دي الحاجات دي 3 متر ب10، دي تتحط على الملايات اللي هو بيلمع الاخضر واحمر، ده بتتحط على الفرش بتاع، هتعملي بيه زينة بتاعة رمضان وكده، المفارش حلوة قوي. ده في كان في منه السمني وكان في منه الابيض، حلو يمشي معاكي ملايات 3 متر ب10. كان عندها بقى تشكيلة سواريهات حلوة بصراحة، كان عندها قماش متر ب50 جنيه، ده التلاتة برضك الرفيع ده 3 متر ب10، عندها تشكيلة حلوة، كان عندها تشكيلة حلوة مع عبد الله النهاردة، شايفين الأشكال اهيت، هنتفرج مع بعض كده، خليكم معايا لآخر الفيديو عشان بقيت نشوف الحاجات اللي عندها. كان في بقى عندها الأبيض ده، كان المتر ب50 جنيه، الأبيض دوت كان متر ب50، وفي الوانات كتير، كان في المستر ده، وفي اللون السيلفر ده، شايفين الاصفر ده كمان حلو اهو، كل ما بتقلبي من تحت يغطسي وطلعي، اغطسي وطلعي هتطلعي اشكال والوان جديدة، شايفين الشكل ده حلو ازاي، المتر ب50. ده بكام؟ تقول لي ب15 وب10 صح؟ تقول لي 15 و10، عندهم تقول لي كتير اهو، الواناته كتير، الاخضر والاحمر، كل الحاجات دي موجودة عند ام عبد الله اهي. شايف الابيض ده حلو اوي الابيض، دي سواريه بقى اشكال جديدة اهي، في بالمتر وفي بالحتة، متر ب50 و40، وفي حتة ب5، في حتة ب10، في حتة ب20، مش كله حسب. شايفين دي كلها اشكال جديدة عند ام عبد الله اهو، حلو اوي ده، ده جميل اهو، البصلي ده جميل، بالحتة في بالحتة وفي بالمتر مش كله، حلو ده جميل اوي، حلو ابيض، شايفين الاشكال كلها دي عند ام عبد الله، جميل حلو اوي ده، جميل تحفة بصراحة، أبيض جميلة ألواناته كتير، والأبيض أشكاله، شايفين ده الأبيض ده كله، ده كله سواري أهو، جميل حلو أوي، شايفين الأشكال دي كده تحفة، والأخضر كل ده ألوانات دي كلها عند أم عبد الله. بعد الأساتيك كده كان عندها تشكيلة كتيرة اهي زي ما انتوا شايفين كده، هنشوف مع بعض بكام. بوكسر كل الالوانات 3 ب10، 3 ب10، 3 متر ب10، دي اسياتيك اهيت، ده ال 4 ب10، ال 4 ب10، ده بجنيه المتر، ده بجنيه، ده ب2 جنيه، ده ب2 جنيه، ده ب 3 ب10، ده 3 ب10، حلو قوي ده، بكام؟ ب5 صح؟ اه ده ب5، ده ب5، حلو قوي ده، وده الاثنين ب5، ده الـ2 ب5، ده جميل، عندك اشكال كتير حلوه اهي، الله يخليكي، ده من زوجك بس، ربنا يخليك يا ابو عبد الله. خدت الشنطه؟ لا لسه ما خدتهاش. حلو قوي الاساتيك دي كلها زي ما انتم شايفين، ده كله فين؟ عند ام عبد الله. والكود، وكود الكود بكام؟ بجنيه. بكام الكود الصغير ده؟ بجنيه. ده بجنيه اللي عليه الرسومات ده؟ ايوه ده بجنيه اهو، بجنيه، الكود بجنيه، والدسته ب10، الدسته ب10، بجنيه 35، 35 مفيش منها اوف وايت؟ ده ب 35 مفيش اوف وايت؟ لا هاكل ده ب 25، ده ب 25 جنيه المتر اهو، ده ب 25 جنيه، ده ب 35 جنيه اهو، ده ب 35 جنيه، ده سواري اهو عند ام عبد الله، عندها شكل كتير، ده 35 جنيه برضك صح؟
120 جنيه الفستان ده ب 120 جنيه من 100 ده دي الفستان من 100 لحد 300 خدي ده من 100 ده دي الفستان من 100 من 100 ده دي الفستان اهو بيبدا من عندها من 100 لحد 300 جنيه اديله اهو شايفين شكله عامل ازاي حلو ده اشكاله اهي دي ده الفستان في منه كشمير والبصلي المتر بخمسين جنيه ده سواريه اهو المتر بخمسين متر بخمسين جنيه جميل بطانة دي صح؟ جمية ايه؟ متر بخمستاشر جنيه جمية متر بخمستاشر تقول لي المتر في بعشرة وفي بخمستاشر ده تقول لي عندها جميع الالوانات متر بعشرة وبخمستاشر عشرة وبخمستاشر الكرف اللي هي اللفه على بعضها هي بتقول لك 14 متر ب 35 ولو انت عاوزه ال 3 ب 10 بتديكي كان في منها الابيض وفي السكري وفي الاوفايد يعني في كان في ثلاث درجات كده بس اشكالها حلو لو انت بتعملي ملايات بتبقى جميله يعني كانت في عندها ناس خالت بتركن اللي بتشتغل فيها ملايات بتبقى حلوه قوي تقول لي الستريتش اهوت ده الموف بصراحه الواناته كتير كانت خمس ست الوانات شكله حلو اهو ده لون بصلي بردك البصلي بتاعه جميل حلو يمشي معاكي ايه فساتين تعملي بضاهات تعملي قمصان اشكاله حلوه بصراحه شايفين الشكل شايفين الواناته عامله ازاي اهو تقولي اهو المتر بعشرة جنيه كان في عندها خمس ست الوانات بصراحه جم يعني جم كذا واحده كده خدوهم لانهم عارفين هيعملوا بهم ممكن واخدينهم يعملوهم قمصان بقى يعملوهم بضاهات كان في منه يجي ست الوانات الواناته كلها جميله المتر بعشرة جنيه يعني تعملي بادي ولا تعملي قميص بخمستاشر جنيه يا بلاش ده بقى اشكال السواري كانت موجوده عندها بس بصراحة ده التلاتة متر فرنشة دي التلاتة متر بعشرة جنيه كان في عندها يجي تمن تسع الوانات زي ما انتوا شايفين الرصة دي كلها هيت اي حاجة تلاتة متر بعشرة اشكالها حلوة بصراحة ده المتر بخمسين جنيه ده سواريه اهوت لون حلوة ده التلاتة متر بعشرة او تاخد اللف على بعضها بخمسة وتلاتين جنيه شكلها حلو كان في تلات الوانات تلات درجات يعني بصراحة اشكالها جميلة او زي ما انتوا شايفين يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسونوش باللايك والشير لأول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو نزلت تشكيلة جديدة اصور لكم يعني هي بتنزل حسب كل 15 يوم شغل جديد حسب الشغل اللي عندها زي ما انتوا شايفين كده ده المخدات كانت المخدة بخمسين جنيه اللي هي اللي بتلمع ده هو الرسمة اهي من قريب الرسمة بتاعت الجبرتة اهيت حلوة قوي دي المخدات المخدة بخمسين اللي بتلمع المخدة التانية بخمسة واربعين زي ما تجي اللي هي الفرو دي بخمسة واربعين والتانية بخمسين شكلها حلو يعني انت ممكن تاخدها بقى تعملها ديكورات كده على الركنة تعملها على انتريه زي ما انتوا شايفين كده في حاجات تانية كتير في كلف وفي تشكيلة فساتين تلاتة بمتر بعشرة ده حلو يتحط على المفرش بتاعة رمضان يبقى جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استنوني ان شاء الله في الفيديو القادم عند ام عبدالله